والشتا ما زد رصيدك دوم غير والشتا ما زد رصيدك دوم غير زد رصيدك فرحة ولمة حبايب وذوق عالي مستوى والبال طايب في بداية كلنا أهل وقرايب والشتا ما زد رصيدك دوم غير جايبين لاعب محترف طيبين ساعة يلا حية طيب شلونك؟ شو اخبارك؟ طيب الله يعافيك شو اخباركم؟ طيبين؟ اي شوف من بدري شلونك؟ يلا لا اول شيء نقعد الخيمه ناخذ علومكم بعدين نبدا تمرين ان شاء الله يلا حيهم الله يبقيك يلا استعجل واللي بتقابله بطريقك نادع معك يلا الله يبقيك زد رصيدك مهيا محلى الليالي ذكريات عطرة دايم في بالي فرحة الدنيا بالايام الطالي والشتا ما زد رصيدك دوم غير والشتا ما زد رصيدك دوم غير عائلة وحدة وتجمعنا بداية القناها الرايدة بجر ومزايا حبها من سلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الله يعافيك نورك الله يسعدك حياكم الله جميع وحيا الله متابعينا الأعزاء خلف الشاشات في فقرة جديدة اليوم من برنامجنا ماراثون بداية الصحي الماراثون بدأ من 3 أيام لكن من بدايته الرتم عالي الحمد لله فهذا اليوم فقرة جديدة وحلقة جديدة من حلقاتنا الصحية بإذن الله راح يكون معنا ضيفنا العزيز أبو فيصل العزيز الصبي والكابتن عبد الله الزايدي أبو أحمد مشرفنا اليوم نورنا والغني عن التعريف الأستاذ الكابتن عبد الله الغنيم ما عليكم زود وحياكم الله جميعا أنتم ذول المميزين حقينا دائما ما شاء الله عليهم يجون محضرين بدري اليوم حسين بعد شد حيله اليوم ما شاء الله أعجبني تمنيكم أعجبني وما شاء الله تبارك أحس أني أنا تنشط جاء وكمل الطقم عشان يضبط على الذبه خضروان لا عشان يصير مع الفرشه مره واحده يا رجل مميز اللون على سدو كذا الله يعطيك العافيه طيب كالعاده ما يحتاج ان احنا ناكد على موضوع اهميه الرياضه هذا شيء احنا كلنا متفقين عليه لكن احيانا ندافع الكسل واحيانا دافع الخمول واحيانا ارتباطات الحياه ومشاغل الحياه تلهينا شوي عن ممارسه النشاط الرياضي فحنا هنا اليوم قاعدين نذكر باهميه هذا الشيء ونشارك قصص من ضيوفنا الاعزاء بحيث انه الضيف يعطينا نقطه التحول في حياته من يوم ما بدا الرياضه وايش اللي تغير معاه في المرحله القبليه والبعديه على اساس نقدر ناخذ قصه ملهمه وتحفيزيه لنا جميعا نطلع منها مستفيدين لعلها تكون دافع لنا في مقبل الايام سلام ورحمه الله وبركاته لعلها تكون دافع لنا في مقبل الايام اننا نستمر على هذا النمط الصحي اللي راح يغير حياتنا 180 درجه من الجانب الصحي او الجانب النفسي او الجانب البدني فاستاذ عبد الله ابو احمد لو تشاركنا اليوم تجربتك في الرياضه متى بديت والأشياء اللي تغيرت معك ما قبل ممارسة الرياضة وبعد ممارسة الرياضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أولا أشكر قناة بداية على اهتمامها بالبرامج التوعوية ومن ضمنها برنامجنا هذا اللي هو البرنامج الصحي الرياضي الصحي أنا كنت والله عاني من الضغط
من قبل 12 سنة عندي الضغط مرتفع، وكنت مراجع مركز صحي وعملوا فحوصات ولي ملف، وكل شهر يصرف لي دواء وأخذ كل يوم العلاج الطبيعي. استمريت على هالوضع تقريبا 6 سنوات، وكان لي زميل في العمل يعاني من الكوليسترول، ونصح الدكتور انه يمشي ومشى هو، طبعا شاف وايد ففضل يلح علي اني ايش تمشي معه امشي معه، وانا اماطل يعني من داخلي عارف ان المشي زين لكن ما طبقت، ما في تطبيق، وهو كل يوم يلح علي يلح علي يلح علي، وانا اماطل ايه بعدين بكره ايه بعدين بكره. فصدفة يوم من الايام استضافت القناة هذه الكريمة الدكتور صالح، فاحنا مطلقين عليه عميد المشي صالح الانصاري، فاستضافت القناة فبدا يشرح مميزات المشي والفوائد من المشي، وانا كنت حاضر الحلقة وشاهد بها، وكيف تبدا بالمشي، وكان يعني سهل العملية، يعني قال فيه قاعدة يسميها هو القاعدة الذهبية، وهي ابدأ بما تستطيع وتوقف إذا تعبت وعاود من الغد. فبعلا عجبتني الموضوع هذا فبديت، طبعا قال هو يقول ابدأ بما تستطيع، بديت يمكن 10 دقائق ما شاء الله، أسبوع رفعتها إلى ربع ساعة، أسبوع ثلث ساعة، نص ساعة، ورحت لصاحبي وزميلي وقلت له والله أنا خلاص صرت أمشي، قال توكلنا زين، فصرت أمشي معه، نعم نمشي معه، استمريت يمكن 3 شهور، 3 شهور على الوضع، بديت أشعر إذا قمت دوخة، وإذا صلي وقمت دوخة. فكان عندي موعد اني راجع المركز الصحي، وراجعت الدكتور على اساس انه يصرف لي دواء. طبعا وقتها كنت مستمر على علاجاتك؟ انا مستمر على العلاج ومستمر على المشي. ممتاز. ورفعت المشي الى 45 دقيقة. ومع نفس علاجاتك؟ مع نفس علاجي. ممتاز. ولا كنت ادري. ومستمريت 45، وصرت عندي هواية المشي، هذا خلاص مشي لابد منه. فراجعت الدكتور. قلت له والله انا اشعر بدوخه، ايوه يصرف لي، قال لي كيفك اخبارك، لان صرت يعني يعرفني. قلت والله الحمد لله كويس زين، بس اشعر بدوخه. قال لي انا ملاحظ الضغط عندك منخفض، لانه كاتبين الضغط قبل ما، قال لي الضغط انا ملاحظ منخفض عندك، ما ادري ايش السبب، انت زودت الجرعه؟ قلت له ابد. قال غيرت الدواء؟ قلت له ابد ما غيرت. صرت امشي؟ ما. قال لي طيب وش يعني عندك؟ قلت والله انا امشي. قال لي ايوه غير سلوك. ايوه. قلت انا والله امشي. كم لك؟ قلت والله 3 شهور، داخل في الشهر الرابع. قال لي طيب احنا بدنا نصرف لك دواء اقل مفعوله، اقل من دواك اللي اول، وبعد اسبوع تراجعني وخلك على ما انت عليه. راجعته بعد اسبوع لقي برضه نازل شوي، قال لي خلاص بنوقف الدواء واستمر. ما شاء الله. استمر على المشي. وقفت الدواء وبعد اسبوعين راجعته قال لي الضغط عندك مضبوط. ما شاء الله. اشتر لك جهاز وخله عندك في البيت، وبين فترة وفترة قيس الضغط، إذا شفته متغير أو شيء راجعنا على طول. شفت أمورك تمام؟ كمل. أكمل. الآن لي 6 سنوات. ما شاء الله. من يوم إني تركت الدواء. ما شاء الله. والضغط عندي 120/180. مستقر. مستقر واموري كلها تمام والحمد لله. فبعد كذا شاهدت في مواقع التواصل اللي مشات الرياض وعجبوني، لاني انا كنت امشي بعد كذا الحالي، يعني زميلي مرتبط احيانا بشغلات، انا ارتبط بشغلات، لكن انا مستمر في المشي، امشي لوحدي. فشاهدت مشات الرياض وكوننا فريق عندنا في حي القادسية، الفريق هذا له يمكن 2 شهر كوننا، وبعد كذا التحقنا بمظلة مشاة الرياض العمومي يوم الجمعة، نجتمع في موقع معين ونمشي، يوم السبت في وادي حنيفة وبرضه كذلك نزاول المشي، والحمد لله الأمور الآن تمام. ما شاء الله. تغيرات قبل التقاعد ولا بعد التقاعد ولا؟
لا الضغط كان اثناء التقاعد. اي الضغط كان اثناء التقاعد. نعم. ولكن المشي بعد التقاعد. المشي من يوم اني عزمت عليه ذا بعد التقاعد. ما شاء الله. الحمد لله الان صحتي الحمد لله تمام. اموري تمام. طيب هذا من التغير من الجانب الصحي، وش اللي فرق معاك من الجانب النفسي او الجانب السلوكي؟ وش حسيت انه الرياضه غيرت معك؟ الرياضه غيرت معي، صارت يعني النفسيه مرتفعه على ما قالوا، المود عندي الحمد لله مرتفع، النوم صار افضل ما شاء الله. كان مثلا ما ادري انا كان عندي يمكن كان وزني زايد شوي وكنت اعاني مثلا في النوم من شخير، بعد كذا اختفى ما شاء الله. نعم. مارستك لحياتك الطبيعية، طلعتك نزلتك عبادتك، التفاصيل هذه كلها تغيرت معاك بعد مارست الرياضة؟ تحسنت؟ تحسنت نعم. الدرج من أول إذا طلعت مع الدرج أتعب، الآن أطلع الدور الثالث أنزل عادي ما شاء الله. ما في أي ما شاء الله. هذا المشي الآن إحنا في سلام ورحمة الله وبركاته. مشات الرياض الأسبوع اللي فات اللي قبل أمس بالضبط، كان في حفل مع مدينة الرياض، ومدينة الرياض طبعا الآن صارت تشجع المشاة وتشجع مهيئين حدائق، وكل حديقة حواليها مضمار. فنمشي ساعة زمان ما شاء الله، ومشي يعني سريع، ويمكن لاحظتم أنتم في ناس كبار سن وكبار ذا ومشيهم يعني أفضل من الشباب. صحيح. فالمشي يعني زين، ونحث على المشي. ممتاز ممتاز. طيب ما شاء الله أنا أشوفك الحين لابس ميدالية، هل هي تعتبر إنجاز من الإنجازات اللي أنت حققتها بالرياضة ولا؟ والله هذا الميدالية أنا زي ما قلت قبل شوي، أمانة مدينة الرياض كل شهر قرروا الآن أن يعملوا احتفال بمشاة الرياض ما شاء الله، ومشتركين هم ومشاة الرياض وجمعية خيرية. ممتاز. وكان اللي قبل أمس بالضبط في حفل في حديقة إسكان الجزيرة، ومشاركة فيها أمانة مدينة الرياض وجمعيات خيرية، ووزعوا دروع على المتفوقين، وزعوا شهادات تقدير على المتفوقين، وميداليات رمزية زي هذه يعني هي معنوية أكثر منها يعني قيمة، وتشجيع للمشاة وتشجيع وللجمهور يعني إذا شاف. نحن نحث عبر القناة هذه المباركة الجمهور اللي خلف الشاشات انهم يتوجهون للمشي، وفيه فوائد عظيمه، المشي فيه فوائد عظيمه، ولكن يطبقون زي ما نصحنا الدكتور صالح الانصاري القواعد ثلاث: ابدا بما تستطيع، توقف اذا تعبت، مارس الرياضه من الغد، فلازم الاستمرار، وبعد كذا يرفع الرتم شوي 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 شوي، ولا بد اذا وصل الشخص الى الرتم اللي يبيه مثلا 35 دقيقه 40 استمر دب الحياة لا يتوقف. ممتاز. أهم شيء الاستمرارية. الاستمرارية والدوام على المشي، ما يمشي ستة شهور سبعة شهور يجي برد يقول والله أبي أوقف، يجي غبار يقول لا أبي أوقف، لا يحط نظام عنده ولا يوقف أبدا. ممتاز. يعني دائما حنا نلاحظ هذا الشيء فعلا، مسألة الاستمرارية، الكثير يبدأ رياضة لكن القليل اللي يستمر عليه. هو هذا هو. وهالشيء مو على الجانب الرياضي بس، حتى على الجانب التغذوي مثلا تلقاه بدال حمية معينة يبغى ينزل وزنه، استمر مثلا فترة وعود انقطع ثاني مرة ورجع من جديد يبدأ، فالزيادة والنقص الزيادة والنقص توصل للمرحلة حتى جسمه ما عاد يستجيب، فتلقاه ما عاد استمر على هذا البرنامج. فالاستمرارية أساس من أساسيات التطور سواء البدني أو الصحي، بدون الاستمرارية ما راح. بدون الاستمرارية نعم ما راح، لازم الدوام على نفس الاستمرارية، لأن بدونها يهدم اللي بناه كله، يعني بنا وصل مرحلة تنهدم وجسمه يرتخي، فالاستمرارية واجب. ها حسين ناوي تستمر إن شاء الله؟ إن شاء الله. أحسك رقدت يا ولد. ها؟ أحسك رقدت أقول. أنت مستمر في النوم شكلك. والله شوف. طيب هذه رسالة جدا جميلة من الكابتن أبو أحمد صراحة، يعني التغير في الجانب الصحي اللي حققه واستغناه عن الأدوية والاستمرار أو الاعتبار أن الرياضة هي العلاج الأساسي، هذا تغير جدا كبير وملموس في حياة
الكثير من الناس، وممكن أبو أحمد نموذج من نماذج كثيرة ممكن حنا نجهلها والكثيرين عندهم تجاربهم في هذا الجانب. أبو فيصل هل عندك إضافة في هذا الموضوع؟ والله هي وش هي أمس كنا نتفرج عليكم وذاك تشوفون اليوم جيت لكم الحضور حقا استمتعت في الحلقة هي جزاكم الله. دائما غالبا برامج الصحة والرياضة تكون مملة، لكن حقا سويته لنا شو مو أول مرة لكن أمس استثناء. أنا كنت حتى لاحظ لما قلت المورث الشعبي وفيصل القحطاني المعزومة، والله أنا جيت اليوم قلت لازم أحضر حقا شو. أيضا أمس كان ضيفكم اللي حضر عايضي الضيف اللي حضر أمس الكابتن أحمد الأكاسي ذكر شخصيتين يعني أنا رأيتنا من حقهم علينا أن نشكرهم. ذكر ان اللي دعاه لانه يصل لقمه ايفرست وهو اللي كان عندك سكر وضغط وكوليسترول ولا ما بين عقد السرير والبيت الى واحد يطلع اكبر قمتين في العالم. صح. انا ما اقدر اطلع حتى لو تقول لي رحت مستحيل اطلع. والله الهمنا جميعا. تخيل اللي دعاه رجل لطيف فاضل رحمه الله عليه اسمه عم خليل، رجل حجازي لطيف، تعرف اهل الحجاز كيف احيانا يكون تحس قلبه طاهر كذا يكلمك لا يعني اللهجة الحجازية الجميلة. فحقيقة لما سمعت القصة دقيت عليه قال نعم أنا دخلت الرياضة لأن الكابتن العم أبو خليل هو رجل كبير في السن ضربني على كتفي قال لي إلى متى امشي يعني امشي تحرك. فيقول انطلقت فنسألت الزملاء حقيقة قلت له يعني لازم ندعو العم رحمة الله عليك. أنا من الأشخاص اللي أثر فيني هذا الرجل، أنا ما كنت أدري أنه منتشر. أنا نفس الشيء لما بدأت الرياضة هذا الرجل قابلته في أحد الأنشطة وكنت أقول واحد قد جدي يمارس رياضة ودائم مبتسم يا أخي ودي أصير مثله، ودي أصير في هالعمر وبهالجمال. فرحمة الله على عم أبو خليل. ذكر اليوم كابتننا شخصية أيضا جميلة الدكتور صالح أنصاري. الدكتور صالح أنصاري أنا أيضا لما بديت أمشي أو أمارس الرياضة كنا نسميه عميد المشائين. رجل بدأ من بدايات هو من بدأ المشي في كثقافة. نعم. فحقانت أشرت لنقطة أنا حقها أدعو الدكتور صالح أن يحضر يوما ما يحضر. إحنا حق الآن قاعدين نكلم ناس خلف الشاشات، أمس الناس متفاعلة ويتكلمون عن فكرة الموروث الشعبي كرياضة، قاعدين يشوفون التمارين يقولون كنا نظنها بتكون فقرة مملة وأصبحت فقرة ننتظرها. يعني أنا كشخص أمس مع عائلتي قاعد أتفرج عليها، مع أن من نادر واحد تشوف رياضة، عادة أنك تشوف مباراة لكن ما تشوف ناس تتمرنون. فما شاء الله عليكم قلبتم الحدث الجاد إلى جاد ومفيد وممتع. فحقاً جاي أشكركم باسم الجميع. أمس أيضاً عدلنا شيء في التسجيل لما حطينا باركود حق التسجيل، بعض المشاركين قال ما أبغى أسجل باسم الشخصي أو كذا، فوضع الآن خيار أنك تسجل باسمك الشخصي أو اسم شخصي يمثلك، خاصة إذا كان سيدات ممكن أسجل باسمي أو باسم أبوي أو أخوي. ونفس الشيء الجوال، جوال الشخصي أو جوال أبوي. وعشان كذا اليوم لما اللي حيسجله اليوم حيلاحظ أن فيه تغيير، أنه تحط اسمك أنت أو اسم الطرف الممثل لك أو جوالك أو جوال الطرف أيضا، لكن يحط وزنه ولا يحط وزنه. ايضا ذكر نقطه مهمه حقيقه لاحظت ان في ناس قالوا احنا نبغى نسمع ما نبغى حطوا لنا معكم، وهذا شيء جيد. معناه الناس ان قاعده تقول يا اخي انا بدخل معكم بس ما ابغى انحف، ابغى ازيد وزني فتعرفوا نفس الفئات ان حاطين نفس زياده هي نفس الشيء اما تحافظ على محموده مو بزياده دونيه هي الثقافه قاعدين نعرف ثقافه لان. فانت ممكن تحافظ على وزنك، تدخل تتحدى فئه اني احافظ على وزني او تتحدى انك تخسر 500 جرام اللي هو نص كيلو او تزيده او كيلو او تزيده او كيلوين تزيد. ما نبغى اكثر من كذا عشان مو بهدفنا حرق وزن بقدر ما هو ثقافه وسعاده. ومثل ما انتم شايفين اننا قاعدين في بيتنا السلام ورحمه الله. فجزاكم الله خير حقا باسم جمهوركم جاي اشكركم حقا. انا ماني عارف كيف قلبتم هذا النشاط الجاد الى نشاط ممتع، وعشان كذا جاي اتفرج اليوم على ارض الواقع بشوف نشوف ممتاز. لا باذن الله ان شاء الله اليوم الفقره تكون ممتعه وتستمتع معنا ان شاء الله بهذه الفقره. اليوم فيها تغييرات فيها عرضه وفيها شوف والله تعطيكم يعني نشاط زياده باذن الله. كابتن عبد الله هل عندك اضافه؟ والله شوف احنا الثلاث ايام اللي راحت كنا مركزين على المشاكل الصحيه والاصابات اللي على الرقبه والكسور والعادات ركزنا على الظهر والجلوس الخاطئ وبعض العادات اللي ممكن تاثر عليك، وايضا المفاصل المرتبطه مفاصل الركبه او العضلات المحيطه مفاصل الركبه. اليوم بنبدا في عصف جديد لان دائما نقول العم ابو احمد تكلم عن المشي، لا احنا نربط النشاط البدني متوسع بامكان اي احد يمارس النشاط البدني باي انواعه سواء كان المشي الجري الدراجه تمارين المقاومه ايا كانت هذا النشاط، حتى لو كنت في بيتك ومنكم ان شاء الله راح ننطلق ونسوي بعض التمرينات اللي تفيدنا. ودائما نركز على
جزئية كبيرة اللي هي اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، وهي أربع عناصر يجب أن نركز عليها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، وكثير الناس يعني يغفل يتوقع أن المشي هو فقط هو الأيقونة الوحيدة. لا، العنصر الأول اللياقة البدنية أو يسمونها اللياقة القلبية التنفسية، واحد. اثنين، اللياقة العضلية اللي قاعد نسويها إحنا بالممارسة اللي نسويها تقوية عضلية، سواء كانت بأدواته أو غير أدواته أو بثقل الجسم. وايضا العنصر الثالث المرونه اللي راح نطبقه ان شاء الله بعد يومين او ثلاثة ايام، نسوي تمرينات تخص المرونه وتحسين مستوى مرونه مفاصل الجسم. والعنصر الاخير اللي هام وكل الناس هاجسها فيها اللي هي التراكم الجسمي او نسبه الدهون الموجوده في الجسم. اربع عناصر تهتم فيها اللياقه البدنيه المرتبطه بالصحه، وجميع الجمعيات المخصصه اللي في تحسين مستوى الجسم كلها تركز، حتى منظمه الصحه العالميه تركز على هذه اربع نقاط: اللياقه القلبيه التنفسيه، وهي الجري، المشي، الدراجه، اي جهاز عندك يرفع نبضات القلب، بالتالي انت تحصل اللياقه القلبيه التنفسيه. اللياقه العضليه حتى واحنا نتمرن بمقاومه اجسامنا تعتبر مقاومه عضليه بسيطه ويقدر الواحد يسويها في البيت. المرونه واللي ان شاء الله راح نسويها ندرجها ان شاء الله في تماريننا، ما نبغى نوسع فيها. وايضا اللي هو العنصر الرابع التركيب الجسمي، اللي هي نسبه الدهون نسبه كميه العضلات اللي في جسمك. كل ما كانت عندك هذه العناصر الاربعه، تاكد ان جسمك راح يكون سليم. مو فقط انك تمشي ولا فقط انك تتمرن تمرين مقاومه بالحاله، لابد انك ترفع اللياقه القلبيه التنفسيه مرتبطه بالقلب والرئتين. كل ما كان عندك القلب والرئتين جيده، مع اللياقه العضليه، مع مرونه الجسم، مع الكتله الجسميه، كل هذه المكونات الاربعه تعزز اللياقه القلبيه او يسمونها اللياقه لتحسين مستوى الصحه. ان شاء الله راح ننطلق ونسوي اليوم تمرين، اول تمرين يصير فيه مقاومه شوي اعلى ونركز عليها ان شاء الله، وتفاعلكم ان شاء الله نقدر نسوي شيء من تمارين المقاومه وثقل الجسم. جاهزين بس ما نكثر سوالي على خشم. اي لان مساعد جاي منك يمشي زين، من يوم ما قرب قام يعرج. لا انا شان الاعلام. لا مجال الاعلام، مجال الرياضه ما له دخل في مجال الاعلام، ما له دخل في مجال الاعلام. انا لاحظت امس سواليف قليله لانك انت موجود كابتن عبد الله. انت لفت اليوم ترى انا طالب طلبه كابتن عبد الله، ما تطلب دافي خالص. تم انت الكابتن طالب. تم ما ابي بندش ثلاثيه ثنائيه ثلاثيه الله. انا وانت او هذه ما تسجل في التاريخ، هذه ما قد صارت من قبل. تكفى خلاك تمشي. طيب كابتن عبد الله بقى اتفاق امس، بقى اتفاقنا فقره وفقره حسين بين الراحات. انا عندي الراحات حركي بيطبقها ان شاء الله حسين لما اقول راحه. إيه خلاص اتفقنا عليها، متفق عليها ان شاء الله في الموقف. لا لان فيها ايش التمارين اليوم، لان فيها في التمرين شيء يناسب ما لك شوف المسؤول المشاهدين ونطلع هناك ونشوف التمرين. لا 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 اللي ما يناسبكم اللي عنده اصابه، اللي عنده اصابه بعطيه جزء خاص له، ما عندك مشكله يعني. انت والله عندي اصابه. لا ما لك دخل، بعطيك تمرين يخصك. توكل على الله. بسم الله يلا يلا الله. كيف الحال؟ طيبين؟ متأخر ماني متأخر، بس كنت أمرن عضلاتي. أوكي تسخن عضلاتك كذا ما شاء الله. شعرت سعيني واضح. كنت أشوف أبو المطبخ حاطة بالميكرويف يسخنها. إيه سخنها. أوكي أمسك كابتن طارق. شاء الله قل آي قلت طارق تكفى تقول لي يعني الأهل يتابعونك كنت لزورها خلني هيك شوي ها شوي شوي يقول لي شيك على العضلات. الله يوفقك يا شيخ. يلا قوه انت تدافع عنه الحين. دافع عنه شوي اجيك ها خليني اجيك. تعال سلم عليك. اشوفك مع الشباب واشوفك مع الله يمشيك بالخير. نسيت بالنور. كيف الحال؟ شيك شك طيب. طيب الله يعافيك. خلا كذا الله يسلمك. روح روح المره سامحناك. مشني احبك والله. انا اشهد الله على محبتكم واحبك الله الذي احببتني فيه واكثر بعد. انت رجل ملك في الخلق. الله يسعد قلبك ويطيب وصلك. بس هنا اسحب كلامك اللي قبل شوي. اسحب كلامك. لا لا هناك خلنا، لان هنا الكاميرا قريبه. اثنين ها واحد ايوه اثنين. عندك بس واحد مكثر اكل. اثنين ما يخالف، لا تخاف البطن ما في مشكله. مو بعوره. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. وايضا تمرين اللي سخنا فيه اللي كان على مستوى الرقبة والكتفة بالشكل هذا، وضم رجليك مع فتح اليدين، تفتح الجهة اليمين ومرة تفتح الجهة اليسار. استعد جاهز واحد وارجع اثنين ثلاثة اربعة. واحد اثنين ثلاثة اربعة. واحد اثنين ثلاثة تمر تحمل التمرين. أربعة. مسخن عضلاتك ريح. الآن بنسوي التمرين اللي بنسويه الأساسي
وبركز عليه وركزوا المبتدئ واللي عنده مشاكل في المشط ما يتمرن. انا بعطيك تمرينين او نوعين عشان اللي مبتدئ واللي ما يقدر. رجائي رجائي ما عليك خلاص هو عارف نفسه ما يحتاج أشر عليه ولا شيء. اي واحد عنده مشكله في المشط لا يطبقه. تمريننا اليوم خلاص عرفنا بنركز على تمرين مو بلازم الضغط. الشخص اللي ما عنده اي مشاكل يرتكز على الامشاط القدمين بالشكل هذا. راح نسوي عدات وراح تكون عداتنا بدايتها من تحت يعني هنا واحد. اللي عنده اصابه واللي عنده مشكله في المشط ما عليه الا بس يرفع الركب بالشكل هذا ثاني الركبتين ويطلع واحد معنا وينزل معنا. واضح كله. راسك هنا راسك هنا ورجلك هنا. استعد شجعهم شجعهم يا عاد شجعهم يلا. انا ولا في هو جاي كذا ويحملنا في واصل. طيب يلا الوجه هنا يلا وجه هنا يا كابتن يلا يلا وجه هنا يا كابتن كابتن وجه هنا المره هذه يلا يلا عشان الهواء يلا. انا معكم على المشطين. نام على بطنك نام خلي كتوفك جنب ايديك جنب الكتف. استعد 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 استعد. واحد فوق واثنين تحت. واحد واو خليك ثابت ثابت خلينا نشوف مستوى القوة. ايوه محمود من قدام. اثنين واحد واحد يلا لحق لحق ليه. معهم يلا لا مانع انك تطلع صوت حماس لا مانع انه متى ثقاف صوتي انقض الوضوء. لا لا متى متى يطلع صوتك وش قلنا؟ قلنا لا تسوي خلاص اسمع لا مانع انك عدد اثنين تطلع صوت عالي لا مانع. استعد خلنا اثنين واحد اثنين مساعد مساعد واحد خلاص ما نطلع من جو التمرين. اثنين واحد اثنين كابتن ايش قاعد تسوي؟ البحر اثنين تمرن مع الشباب بدينا نتعب ولا كيف؟ يلا نثبت ثبان عدات لا تطلع ناظر قدام ناظر قدام. ارفع ارفع حوضك ارفع حوضك. ايوه ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة شو تسوي يا مساعد؟ فوق 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 حسين فقرتك يا حسين. اي بس جسمك سين مستقيم. كلنا على الرباع يا يلا عال بينا على الرباع قبال الولد بينا على الرباع يا الولد بينا على الرباع يا باقي اربع عدات الولد بينا على الرباع نعم مرة ثانية. استعد استعد عم محمود الكاميرا الأمامية استعد رجائي لا تسولف واجد. استعد استعد قلنا واحد لا مساعد جذعك مستقيم. واحد فوق جذعك مستقيم. واحد الآن بنحاول نسوي ثبات على الركاب وجسمك مستقيم. خليك ثابت شوي مد 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 مد. أيوة واحد اثنين واحد ثلاثة لا تكفى عليك وجه الخبر. واحد أربعة حلوين. واحد خمسة أطلع. واحد ساعد يا غشاش. ستة تمرن. واحد حلوين ها عايض رقد. آخر عدة واحد اثبت ثمان عدات. واحد حسين ثلاثة ثبت أربعة خمسة أفا وأنا أقول الحين بيسوق التمرين سبعة ثمانية من وضعك. اجلس 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 بس بعدنا الأوضاع بعدين نسوي فقرة حسين. ركز الناس اللي تطلع يطلع بالمبخرة لا حاول تطلع بجسمك كامل يعني ما يطلع بجذع شد جذعك واطلع مع بعض. هذا واحد اثنين وانت تنزل عايض وانت تنزل برضو لا ترخي جسمك على طول حاول تسوي مقاومة باليد. واضح فقرة الراحة. لا 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 تعد راس مال الذي ما يعدك بارده. لا تعد راس مال لا 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 الذي ما يعدك بارده. لا تعد راس مال الذي ما يعدك بارده. نعم بعد ثالثة لازم نسويها. كل تمرين لازم يكرر ثلاث مرات عشان نحس بالمفعول والعضلات ذي نبغى شوي. ايه يلا يلا استعد يلا يلا يا شباب يلا نام نام نام
اذا ما هو يغير الزيت على 2000 كابتن عبد الله هنا من بعايف يغير زيت اللي وصل 10000. نعم 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 استعد شباب، اي تعليق مقبول في الراحه لكن بدو في التمرين رجائي ما حد يعلق. استعد جاهز واحد نثبت نشوف الان، ناظرك الامام لا تناظر جسمك. اثنين واحد اثنين اطلع اطلع يا كابتن غشاش. ثلاثة واحد يلا 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 يلا. شوف حسين ما شاء الله عليه تضحك عليه امس هو احسن منك. خمسة اطلع محمود من قدام 27 سنة اطلع ستة اطلع شو تسوي مساعد جذعك مستقيم يلا وين عضلاتك راحت الجذع جذع تكفى يلا يلا اخر واحدة ثمان عدات ثبات ناظر امامك ناظر امامك واحد يلا واحد. اطلع العداد معلق اطلع فوق 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 ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كف والله حسين ثمانية و فقرة الراحة والله يعدك وايده لا تعد حسين المفروض يصير قدام اكثر واحد يطبق التمرين يا عايو والله خلاص كم يا عايو ما هو قدام انا حسين بسم الله يلا الذي ما يعدك وايد اهل سوا سوا يا ولد والذي ما يعدك وايد اهل لا تعد راس المال لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا والذي ما يعدك اهل لا تعد اوف بعد ان الهدف من الحركه ومن الايقاع اللي نسويه الفنون الشعبيه ان نزيد عدد حركاتنا وتعزيز الفنون الشعبيه تعزيز الفنون الشعبيه نجم الثنتين مع بعض نعم طيب رجائي ابى اكمل تمرين خمسه بربده الوقت كله نوم نوم نبغى لا بعطيك واحده لا اجهاد ما نبغى نسوي اجهاد لنا ركز الان ما التمرين سهل مره جدا ما يبي له اي شيء بسيط يديك للخلف واحد تثبت هنا بس هي واثنين هذا بسيط مره تمرين عكسي نفس وضعنا وجهك هنا ورجليك هنا محمود اي مكان استعد يديك في الخلف خلها هنا خلها هنا الكاميرا يديك في الخلف هنا يا عم محمود وجهك عكس 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 معنا عكس معك عكس معنا عكس زي ما قلنا اهم شيء اصلب جذعك واحد واحد خليك ارفع حوضك ارفع حوضك يا عايض يلا ايوه لا لا الشباب اللي هناك هاي عبي اثنين الله كفو انت لا ما يهمني اهم شيء تتكي على عقب القدم ايوه روح يا عمي كذا صح ايه ايه اليدين اهم شيء اليدين انك تقدر توزن فيها ان يصير جذعك مستقيم واحد واحد اثنين اثنين ما شاء الله واحد واحد واو اثنين اثنين واحد واحد اطلع اطلع اثنين اثنين واحد واحد اثنين اثنين واحد واحد ساعد العاب اطلع واحد ستة واحد واحد سبعة شد جسمك سبعة واحد واحد ثمانية سمنت هذا عشان السهل بنزود العدد شوي صح؟ لا 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 لازم واحد 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 ها انزل اسفل واحد عايض اثنين والله ممتاز عايض افضل لحد يتكلم عن عايض واحد ثلاثة ثلاثة واحد دوم العافية أربعة أربعة واحد واحد خمسة واحد واحد ستة ستة واحد ما يطبق يا حسين ترى بيفصل عليك سبعة آخر عدد بنثبت فيه ثمان عدات فوق واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة لا خر راسك شوي ناظر السماء أربعة أيوة. خمسة ستة سبعة ثمانية فوق يلا 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 يا حسين لحظة نطبق كلنا مع بعض تعده علقت هوب ابدأ الذي ما يعد فايده يلا عايد يلا الدهر شباب ورا قزع بكره يلا لا 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 يا لا 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 الذي ما يعد فايده لا تعد الدهر شباب الذي ما يعد فايده لا تعد بنكرر التمرين مره ثانيه بس نبغى تركيز عالي معناته عدد واحد راح نثبت فيه ثلاث ثواني ونريح ثلاث ثواني ونريح ونشوف قوة تحملكم. الأكيد أنه بدأت تبدأ عندكم الآلام في أسفل الظهر صح ولا لا؟ وبدأت تبدأ العضلات الخلفية لليدين وذي إيه هذا دليل أنه ضعيفين جدا نستعد نعم يلا يا عيال هيا حماس جلوس طويل
يلا شباب يلا حسين زي اول يلا احسن اول يا عم محمود قلم قدامي يا عم محمود افضل اثنين قاعدين يسوون التمرين قبل شوي شو اسمك كابتن اليابسي اليابسي هناك حسن افضل اثنين والملهم انت نص ونص الملهم انت راقد طيب الان مساعد راقد فقرتك وحسين راقد طيب الثنائيه ذولاك افضل اثنين كل مره بطلع هذا الان طلع لي افضل ثلاثه ملهم يلا يلا شد حيلك يلا الباط مكتوب حشف شكل يلا انا متابعكم كله ما يحتاج يلا ثلاث ثواني حشف شوف ثلاث ثواني ثلاث ثواني صح واحد انزل اسفل واحد ما شاء الله اثنين كلهم والله السلام عليكم صح واحد ملهم الملهم الملهم اثنين صح واحد معكم معكم ما عليك اشوف هلا طار ثلاثة اطلع اي واحد ايه احسن اربعة الله عليك أربعة. واحد ما شاء الله واحد. تبارك الله خمسة خمشت احسن واحد. واحد ستة ستة ما شاء الله واحد واحد سبعة سبعة واحد واحد بنسبة ثمان عدات ارفع راسك انزل بشويش لا ترمي نفسك انزل بشويش واحد واحد اثنين اطلع حسين ثبت ايوه اربعة خمسة ان شاء الله ستة سبعة ثمانية راحة ان شاء الله انا ما رجعت انا ما رجعت ان شاء الله ما رجعت فوق الراحة فوق الراحة فوق استعد مع بعض شباب يلا يلا فوق 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 انا سامري حاي فوق 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 لا لا ما بكره عندك القزوي عندك بكره اليوم انه عندنا فقره حسين بكره شفنا فقره ثانيه استعد جاهز يلا يلا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 والذي ما يعدك ما يده لا تعد راس مال الذي ما يعدك ما يده لا تعد راس مال الذي ما يعدك ما يده لا تعد الذي ما يعدك ما الذي ما خلاص حلوين طيب الان خذنا التمرين الاول اللي كنا على الركود وخذنا الوضع الثاني ايش اللي بنسويه الان اللي بنسويه ركز ركز الان من وضعي هذا بطلع وبمرجع يدي وجهي هنا هذا واحد حلو وبرجع مره ثانيه الوضع الطبيعي بسيط بسيط واجلس بسيط جدا تمرجع تمرجع استعد عم محمود الكاميرا الاماميه بس تغيير الوضع الله خاف ما عاد يرجعون لا 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 استعد مع بعض يلا واحده واحده يلا اسمع واحده 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 بنلف يمين الان يعني هنا ايه استعد الان استعد اول شيء بتطلع بجذعك اول جذعك يطلع واحد يطلع جذعك يلا يلا الثانيه مرجح ايديك انت برا خلاص واحد واثبت الان وش بنسوي نرجع لنفس الوضعيه الجهه اللي اخذنا منها واحد فوق ولف وارجع ونام واجلس حلو اذا خلصنا عده بسويها مره ثانيه بالحالي بالحالي طيب بطلع هنا واحد امرجع ركز ركز يا شباب واجي هنا واثبت وبعدين ارجع وضعي واجلس ايه ايه عادي لو انت بسيط عادي مشاركه بسيطه ممكن القبك لقب متعافي الرياض ما شاء الله تبارك الله اللي تبي سوي اللي تبي متعافي الرياض صفقه المتعافي الرياض استعد ما شاء الله يلا جاهز هوب واحد مرجح وضعك واثبت هنا ثلاث ثواني بس بعدين ارجع مرجح اليد مره ثانيه وارجع خليك معي يا محمود حلوين خلصنا الحين ثلاث صح إيه. استعد فوق واحد ها. يلا على طول مرجح اطلع يلا احسن ثلاث ثواني يلا ارجع وضعك حلوين الان خلصنا اربع اجلس عايد يلا يلا ريح عايد ساعد ايش تسوي يا مساعد عم بطارق كلهم رجعوا ولا انت علقت استعد هوب واحد هوب فوق ارجع على طول هوب هوب الله ارجع واجلس خلصنا ثلاثة خلص. اقرب يا عم محمود خلصنا خمسة ها خمسة ستة على طول اطلع مرجح هوب ثبات ثلاث ثواني واحد اثنين ثلاثة من قدام يا محمود ارجع مرة ثانية حلوين اخر عدتين سبع هوب سبع ثلاث ثواني ارجع راحة باقي واحدة الأخيرة نسبة ثمان عدات في الوضع البشاب هوب واحد أخير هوب واحد ثبت ارفع راسك يلا معهم عايض ايوه سعودي يلا اثنين ثلاثة عايض
أربعة على الركب عايض، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية فوق، ريح. الوضع مدهور يا رجال، 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 الله يحرمك يا مرزوق، والوضع مدهور يا رجال، الوضع مدهور يا رجال. والله اللي انقذكم دهور. الان الان وش اللي بيصير معنا؟ افضل اثنين هنا كابتن ونعم وانا، هذا افضل اثنين، هذول افضل اثنين. انت الان ايش بنسوي؟ كنا نروح جهه اليمين صح؟ ايوه. الان مالكم الرياضه اي بس ايه هذا عشان اليدين نشوف مستواها مع الخوذ. تمرين يلا، ما بعد تمرين وبعدها بنبدا فقره الوزن. جاهزين؟ محمود معي الفيزا. محمود استعد. يلا استعد وجهك هنا بسرعه. لا يا في الم وقف بس لا تتكلم. اي شجاع استعد. جاهز الان؟ وين بنلف له؟ جهه ايش؟ اليسار. استعد يا انا معك والله اني واحد ولف برجع واثبت ثلاث ثواني. واحد اثنين ثلاثه هوب ارجع لوضعك الطبيعي. هوب حلو. اوه يا كابتن خلصنا كم الحين؟ معك شوف خليني افضل واحد اثنين ها اضرب الواحد بعده واحده اثنين ثلاثه ارجع حلوين. عاد مشكلتي قبل شوي في الثبات ما ضبطته. ثلاثة يلا لف يلا الله اثبت يلا ارجع الوضع والله هانت. باقي بس كم؟ ها باقي خمس. ها الثبات الاخير. اي باقي ست ست اربع. ها تعال يا مساعد بعد شوي قل لي انا افضل واحد. يلا ارجع يلا شوف تطلع احسن والله عايض عشان السواليف. خمسة خمسة احسن يا عايض. ريح عينك. ريح ترى كل اكثر السواليف بزود العدد. يلا ستة ستة يلا ارجع. شو تسوي يا مساعد؟ يلا هانت 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 باقي سبع بس. هانت ما حد قالك تخرجك على رقبتك. اذا انتم ممتازين انا اشوفكم ممتازين. نعد ثمان عدات نخصم عدد. واحد سطام اثنين سطام انت اربع خمسة دحام ستة سبعة ثمانية. الآن عندنا أستاذ طارق. خذ الله دقيقة عندنا من التب؟ التب عايض ضجر. التب عايض وانا قفل ملفاتهم كلهم. وانا والله قفل ملفك أحسن. حسين المرتبة الثانية إطالة. طيب ايش؟ عندنا الآن أستاذ طارق فقرة الوزن. طيب كل متدرب ياخذ وزنه عشان عملية السحب في نهاية إن شاء الله البرنامج بعد 10 أيام. وايضا نقاطكم محسوبه وممكن اللي يفوز برضه من المتابعين ممكن يعطيكم نقاطه. فهذه الان فرصه. طيب بنجيب الميزان ونوزن. بنوزن هناك لكن قبل لا نوزن انا بذكرهم بالفئات عشان كل اللي عارف الفئه اللي راح يسجل فيها. الفئه الاولى قلنا فئه الثبات انك تثبت نفس وزنك. الفئه الثانيه انك تزيد نص كيلو او تنقص نص كيلو. الفئه الثالثه انك تزيد كيلو او تنقص كيلو. الفئه الرابعه انك تزيد 2 كيلو تنقص 2 كيلو. 6 كيلو تبي تنقصها؟ والله ما ظنيت. الوكاد الأهم من هذا عندكم جمهور خلف الشاشات ممتاز. أي واحد أنت هنا قاعد تدي رسالة لجمهورك تأديهم بحيث أنه تشجعهم على ممارسة الرياضة. طيب اليوم حسين عنده جاء عن طريقه 100 واحد سجل في المسابقة هذه كفو. وجاء مساعد مثلاً 50 واحد. حسين اكثر واحد جاب متسابقين خلف الشاشات راح ياخذ الجائزه. هو اللي يجيب اكثر عدد من الجمهور يسجل تحت اسمه راح ياخذ جائزه، يستحق جائزه في هذا الجانب. تكون جائزه ماليه وتكون فيها نقاط ايضا. ممتاز واضح الفكره لكم؟ واضح يا متابعينا خلف الشاشات؟ يلا راح يطلع لكم الرابط او الباركود في الشاشه. سجلوا بياناتكم في الباركود واختاروا الباقه اللي من الباقات اللي ذكرناها قبل شوي. وهنا الحين الباركود موجود على الشاشه. وهنا راح نسجل اوزان الشباب. هنا كل واحد يختار الفئه اللي قلناها، يشوف الفئه اللي تناسبه ويسجل فيها. يلا نبدا. يلا يا حسين. يلا حسين وزنه 13.
اللي بيصرح بوزنه ترى مسموح، واللي ما يبي يصرح بكيفه. آه قبل صرحوا شوف شوف كيف. يلا. لا ما هو وقف. تبي تصرح بوزنك؟ ها؟ إيه. يبي حسين بيصرح بوزنه، دقيقة خلوه، كم وزنك؟ وزني 63.5. 63.5. خمسة سنت. لا 63. 63.5 خلاص. طيب وش الفئة اللي تبيها؟ ثبت وزنك تنقص 500 وتزيد 500. لا لا ودي يعني زود شيء بسيط بس. كم تبي؟ 500 ولا كيلو؟ 500 مو 500 ريال، 500 جرام. جرام ما قلت 500 ريال. يلا زين، يلا حسين ارجع. انا وين صورتي؟ ادورك انا ادورك انا اعلمك انا وين. انا لا لا ما هو يا اخوي توك شاب بدا يشبه لي. انا ايوه قلنا 65 63 قبل شوي 63.5. اي 63.5. كابتن زي ما قلنا التسجيل ممكن يكون بالاسم الشخصي او اسم شخصي مثلك خاصه للسيدات. ايه ممكن اسجل باسمي تذكير او باسم اخوي او اخوي ونفس الشيء في الجوال. تذكير اللي يبي يسجل يقدر يسجل باسمه الشخصي او يسجل بشخص يمثله. ممتاز. وبرقمه ورقم شخص يمثله. نعم الهدف من البيانات ان لما نستدعي الجوائز نعرف حنتصل على الشخص هذا هو اللي ياخذ الجائزه. ارفع راسك. أربعة و... تبي تصرح ولا ما تصرح؟ ها؟ لا ما كمل. أربعة يمكن 24 54 ما تدري. ما تدري ما صرحنا. 64.7. يلا جزاك الله. 64.7 وش الفئة اللي تبيها؟ هذا. شلون؟ ما طلع معي كويس. موجود على الشاشة. أزود. تزود كم؟ نص كيلو. تزود نص كيلو. يلا. يلا تعال. ها؟ يا رمز. والله كثير. تحرك عشان يضبط الميزان. تبي تعلن ولا ما تبي؟ لا والله. لا ابعد ابعد ابعد. طيب الفئة اللي تبيها وش؟ كم انا؟ تبي تقول ما تبي ريال؟ لا لا بس نسيت. خلاص ارجع مرة ثانية. طيب وش الفئة اللي تبغاها؟ كم فيه فئة؟ سبعت تزيد 500. لا بنزل بنزل تنزل؟ ايوه بنزل. تنزل 500 جرام. انا يا اخي جسمي حلو صح؟ اعلى انا منك. شوف اختر اللي تبي. تنزل نص كيلو. اصبر دقيقة لا تخبطونا دقيقة. تنزل نص كيلو. تنزل كيلو. تنزل كيلو وين؟ انت اللي ايوه كيلو كيلو. تنزل كيلو؟ لا لا كيلو وين؟ اخر كلام والله ترى باقي 10 ايام قدامك 10 ايام بس عندنا يوم 9 ايام بالضبط طلعنا كيلو. يلا كيلو نزل كيلو. كيلو وين صورتك؟ افضل واحد واختارني هذا رابط. والله صدق افضل واحد ترى جيت يا سلطان ترى كاميرا جابت وزنك. هذا لا لا ما تجيب. محمود شوف ما تجيب الوزن. تنقص كيلو صح؟ لا لا كيلو كيلو وما تجيب الوزن. ايوه معقوله يا يلا خل جماهيرك يسجلون باسمك. اهم شيء جماهيرك يسجلون باسمك في التسجيل. لازم يحطون انه يمثلك حتى يتحول النقاط لك. تبي تصرح؟ صرح. تبي تصرح؟ صرح. الوزن 56. 56. طيب الفئه اللي تبغاها معلش انا فيها اتاكد. يلا تاكد عشان ما نضر. اي صح خلاص ممتاز. درجه اولى. وش الدرجة أولى؟ تحافظ على الوزن؟ تزود أو نص كيلو أو هو يبغى يزود أو تنقص أو هو يبغى يزود بس تبي تزود نص؟ هذه أعلى الدرجات نقاط وش؟ كلها أعلى عليك من جسمك ما تفرق. لا لا تفرق إي تفرق تفرق أعلى نقاط إنك تزيد 2 كيلو. يلا أو تنقص. تبي تزيد 2 كيلو ولا تنقص 2 كيلو؟ لا لا زيد 2 كيلو. زيادة زيد ولا نقص؟ أنت ما عليك فيهم هم بيوهقونك يمكن ما تدري. لا خوياي كلنا على قلب رجل واحد. للعيشة. طيب عطني عطني وين صورتك وين؟ كابتن طارق سام ترى مطول وين؟ والله ارحب يا الثنائية كابتن عبد الله الله يسلمك جيدة. طيب أيام الشباب الله 56 قلنا يا دكتور كم دحاق؟ 56 بتزود 2 كيلو؟ الله يا درس ماجد ماجد كسرس
وزن ماجد يده 50 50 مو بلازم تقوله ترى 52 طب انتم مش برا تعلموا كسر ازداري 54.6 ما شاء الله 54.6 طول مثالي كابتن طوله 154 وزن 54 صح طول مثالي بالملي كم اللي فيه ايه الفئه اللي تبغاها بس دقيقه خلني اسجل وزنك اول وين كيلو وكيلو بتزود كيلو ولا تنقص كيلو تزود كيلو كلها كلها ما تفيد لا هي واحدة يا تزود كيلو ولا تنقص كيلو زود 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 ما اقدر ليه زود كيلو زود كيلو يبي لك كل يوم تدق بالغداء صح طيب تعال تعال عطني خلنا ماجد كم قلنا وزن 54.6 54.6 اهم شيء جمهورك سجل باسمك يا جماعه كيلو اطلعوا اثبت اطلعوا اثبت لا تصرح لا تصرح لا تصرح خلاص طيب طيبي الباقة اللي تبغاها بنزل تفرق النظارة ها كيلوين اي والله ها ناقص انت يلا يا شباب خلاص يلا خلني اسد وين 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 خلاص 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 نزلت دقيقة بس سجل عد برهان يولد هذا بالضبط طيب خلاص هذا لا 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 هو يبي يشوف يبغى يشوف الوزن يبي يشوف الوزن خلنا نتأكد تبغى تغشون وزنه يتعلم يلا شد شد ثاني شد ما يخالف خليه يثبت بس لا قدر لا لا خشمه خشمه خشمي شباب تراكم مغطين على الكاميرا يلا خلاص اللي خلص نرجع يا جماعة المكان اللي خلص حسين دقيقة دقيقة صبر والله الحمد لله اهم شيء خل جمهورك سجل باسمك لان هذه نقاطها مستقلة قلت بتنقص 2 كيلو بندر, بندر. لبيه بتنقص 2 كيلو يا ولد بتختفي اي خلاص كم وزنك وزنك خلاص الله يعطيك العافية طيب قليل 50 قليل لا شو انت بتوصل 40 مربوط ايش كم وزنك صح يا لا زود بندر كم وزنك زود 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 بندر يلا هذا يقول 51 وزنه يبغى ينقص 2 كيلو 55 تبي تصرح؟ 58.7 الله يتعدي 58.7 ناقص 2 كيلو ناقص 2 كيلو وين 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 وين؟ 0.7 الله يا هذا الزيت انا ما قلت عني عني يبغى ناقصها مع كيلو كم؟ 58.7 لا تتجاوز لا تتجاوز ايوه ما يتحرك لا تتجاوز خلاص قد واصل ناقص 2 ها؟ روح روح والله والله تروح الحين من اللي بيوزن حسن ناقص طيب لا 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 كرمت يقول ناقص يلا حسن العجمي ايضا نفس الشيء الجمهور لما يسجل الان في الشاشه يسجل باسم النجم على اساس يستفيد النقاط صبر باسم مساعد يلا يسجل باسمه في ضمن الخيارات انا مسجل باسم الكابتن فلان حتى يحسب لك اني انا دعوة يعني جمهوري رشح كان ترشيح اضافي اصبر 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 خله يلا يلا يا الدب يا الدب 59 بالضبط طيب انزل ثاني مره للتاكيد بس اصبر ان شاء الله عليه يا رب ما قاعد دب يا كابتن طارق عادي خلي عايد بعدين اصبر لا خلي نجيب له ميزان سيارات ايش قصدك لان عايد مره دبه وليش اكلك مضبوط كان القمر هذا الشيء لما تنسى اي قد نمساعد لا لا نمساعد شيء ما نمساعد شيء تزود او تنقص كلهم بس الاثنين كيلو هي لكن ما شاء الله وين وين ناقص 2 59 اوكي الله يعافيك طب الحين لو زودت 2 كيلو وزودت زياده خلاص انت كل حققت هدف اقسم بالله انا فقره عرفت كم كم انت كم انت اذا رقد بيشتغل اذا رقد بيشتغل يلا وتخسيس لا ابي اتاكد المشكله انه ايه انه والله دائما علمها غلط لا تحرك ولا احسن واحد 67.7 يعني ترى مجتهد بالتمرين 67.7 وين 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 تمرين ابو شوط مستخل هذه يا كابتن عبد الله تكسرت يديك كابتن عبد الله طيب قلنا لك ريح ما انت مجبر ليه تمرين هذا تمرين لا هذا نواف طيب المفروض نزل عليه 6 في محطه الله
ثلاثة خفنشت ناقص اثنين صح ولا زايد اثنين؟ لا تفكر في محطة وحد ينزل عليك، انت لا تسوي مشاكل ما حد شيء والله ما ادري ايش رايك. طيب زعل الفارع انت مو سما شوف قدراتك عشان لا توهق. جهد 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 احنا زايد زايد اثنين زايد اثنين. انت متى يوم الاربعاء الجاي؟ 10 ايام بالضبط. ترى هي صار فيها 67 زود كذا زود هذا عاد الكيلو اضمن لك زود صح؟ تزود او تنقص؟ اضمن الزياده والنقص. اضمن النقص. جو نفس تمسك يدك تنزل زياده. لا بفك يدي. زود زود عايض. انت مقفل الكاميرا ومقفل الميزان ومقفل كل شيء. قفل الشارع كامل. هذا يقول بيجيب لك ميزان سيارات عشان يوزن. من يقول؟ مساعد. ايش قلت كذا؟ ولا قال سيارات بعد، انا بس قلت سيارات عشان اخففها عشان يقول ميزان تريلات. يا كابتن الحين بالكيلوغرام هو كيلو كيلو وش شو؟ كيلو وش اضحك يعني ذا ها؟ كيلو وش عليك؟ يبغى له ميزان حالي 2000 نقل 4000 هذا يبغى له نقاش ذا الحق زيادة كيلو زايد كيلو دش دش ثنائية انا اول مرة يلا ولا زايد كيلو وين؟ خله اوه قدح حاتم زود كيلو وين حاتم؟ كيلو وين؟ عضلي عادي شغل نفسك. لا 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 نزل هاي وشغل على دقيقة 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 هذا حدث مثير في 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 دقات قلب دقيقة عشان تعلن المهم مهم والله مهم مهم دقيقة خلينا نستودع الميزان الله دقيقة نستودع الميزان الله طب ما انا اتحفظ بالله يوخذ الكاميرا يا حاتم محمود والله ما تبغى دي اخر اخر لا 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 ما ابغى ما تبي تحفظ تحفظ على تحفظ على خلاص خلاص ما يطلع يلا اتحفظ عن الوزن اللي على اللايف انقلع لا 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 انقلع كابتن طارق والله العظيم كابتن طارق دقيقه دقيقه القلب بيسكت الحين بيجي جاك قلبي دق بخر والله بيسكت الحين تكفى سكته قلبيه اخر اخر اثبت اثبت دقيقة اثبت اثبت خلنا نقرا اخر اطلع اطلع مرة ثانية يا عيال ارجع ارجع خلاص خلاص بغيت تكسره ارجع يا عيال ارجع 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 يا ارجعهم بالله يا الصف ابو فيصل ارجعهم ارجع 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 مرة ثانية يا مخرج عطنا نبضات القلب يمكن ما لابسين ثقله ما له علاقة انا اشوف احنا دخل ما له دخل يلا اطلع اطلع المايك مدقل يلا ما يشوف الا المايك كل الشباب طالعين بالمايك ما يشوف الا طارق ما يشوف الا الله يكرمك يا ما يشوف الا طارق انا وانت بس اثبت اثبت انت عشان تجيب لا لا وقف وقف زين عشان يجي الوزن الميزان يا جماعه 128 لا لا شوف يوقف مايل هو عشان كذا ما يجي وقف طبيعي وقف اسمع وقف راسك قدام وجهك قدام انا ما اشوف ولا اشوف وقف زين ترى انت تثقل وزنك زي كذا اشوي يا كابتن يلا وجهك قدام وجهك قدام كتوفك فوق خلاص عندي الرقم عندي الرقم بس لان القرايه مختلفه عن اللي قبل خلينا ناكد واحده ناكد مره ثانيه ناكد واحده مره ثانيه واهدى ها طيب روح الذي ما يلا والذي ما يعدك وش تسوي اسمع وقف شخربة اذا وقفت ماي كذا ترى يزيد وزنك ترى يزيد وقف كذا زي الناس انا بقرا له أيوه؟ طارق تاكد من الوزن تعال يلا وقفت بطل ما خلاص يا طارق ايه ايه خلاص ايه خلاص يلا بس مختلفين مختلفه القرايتين نطلع ثالثه نطلع ثالثه نطلع فاصل عطني فاصل شوف القلب جت سكته قلبيه يلا الله اني مشد انا لو سمحت يلا اطلع مره ثالثه استعد خلاص احنا ناكد الحين بالمره الثالثه عاد اربع راس انت بيدك كابتن انت تزود الوزن انت بيدك والله متوتر لا قد اضمها اضمها رجليك ايوه ايوه دخل رجالك داخل الميزان كامله رجالك داخل الميزان كامله ايوه رجالك داخل الميزان لا 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 تشوف لا تشوف علي صفر من جديد صفر ارجع 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 مره ثانيه صفر يعني خذ خطوه خذ خطوه وارجع مره ثانيه وادخل يا عيال وخرتوه يا عيال خلوه ارجع رجالك داخل الميزان خلاص اعتمد هذا اعتمد هذا يلا خلاص سكره يلا اعتمد سجله 150 يا ظالم مش قاعد تاكل ما شاء الله تاكل اوادم يا الله
موسم خلاص صفر صفر صفر. تبي تزود وزن ولا روح تزود وزن ولا تنقص؟ زود 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 ازود 2 كيلو والله وزني نازل. ها وزنك نازل؟ تبي تزود 2 كيلو؟ وابن مكملات غذائيه مشمنات. طيب مؤخر على الميزان تعال مارس عليك بالجيمات وبتزيد 2 كيلو بتزيد. ها ولا يقول انا اقل واحد اكل. اتق الله الله يقطع. يلا يا عايد نحط كم زياده ولا نقص؟ كم؟ نقص 2 كيلو نقص 13 كيلو خلاص يعني نقص 2 كيلو 2 كيلو ناقص 2 كيلو ناقص 2 كيلو ناقص خلاص يلا يلا يا عقب ويلا ايش تضيع؟ الوزن تبي معلن ولا؟ صرح اي عادي 66.8 يا اخي احسن ميزان قال شوي 66.8 قبل اسبوعين كنت 64 زدت 2 كيلو برجع 64 يعني بتنزله اي على ليل امري صح؟ نزلت 2 كيلو ولا امتن؟ كيفك انت شوف الحين بسرعه قرر يا رجع نزل ثاني يا اخي شو نزل أمتنى متعب. أود أي شيء. أقل. تزود ولا تنقص؟ أقل 50. أنا أقل. الله يشرف خالدك تصاب. إيه. ترى النزول أسهل لك. تمسك يدك تنزل. ومصالحك تروح. الزيادة يبي لك. بس هنا ريالتي يبغى لها أكل عشان صح. لا مو لازم. كيفك أنت؟ مو لازم. ثبت. ثبت ثبت وزنك. ثبت وزنك. ما يقدر والله ما يقدر. لا المربع لا. لا أنت بتزود اثنين ولا تنقص اثنين. هي واحدة منها. إيه وش تبي؟ العب على المضمون تمسك يدك تنزل نزل نزل ها هو بينزل على الصدق يمكن ما يجيبوا لك غدا ما يجيبوا نزل 500 500 نزول بس الوزن اسرع النزول يعني اني اسرع من اني ارفع النزول اسرع تمسك يدك خلاص يلا خفف النسبه ناقص 2 كيلو خلى كيلو زين والله ضلت يا كابتن ماني شيء الحين يعني كم المفروض اوصل ل 68 المفروض 68.8 اذا بتنزل 2 اذا بتنزل 1 67.8 طب اسمع توكل على الله كش طارق ايوه وخل مساعدي يفرد عضلاته ايه ونقص 2 يلا ناقص 2 عادي بيه. علي العمري ناقص 2 عادي يا كابتن طارق بشو لا مو بعادي اسمعك يا طارق الحين ها انا ما اعرف طارق ها شوف اي هرول صح عليك ابي قبل شوي انا كم وزني قبل شوي 69.9 وانا 180 طول ما ادري قلت ازود ولا نقص ولا ايش انا قلت نقص بس انت قلت زود كيلو ازود كيلو انت قلت تزود انت قلت ازود هنا فوق اي انت قلت ازود انت زود انت تبغى تثبت انت مش رايكم انا ما ادري والله انت انا ما عارف انت شوف انا العب انت العب على المضمون تبي تفكر تقلب براسك لا لا ابي انا الحين اصنع على شيء احسن ايوه ايوه لا لا الحين ها نازل ايش رايك شوف شكلك مثالي تبغى تزود عضل 1 كيلو بعد يلا يمديك 500 الى 1 كيلو ما يمديك تزيد المشكله ما يمدي هنا طبيعه الاكل ما تساعد انه يزود عضل إيه؟ العب على المضمون ايش اسوي تنزل افضل لك انزل كم انا 500 جرام تبي. تقدر تبي الكيس 500 جرام نزول 500 يقدر أيه. يقدر لان ما لان هو ناشف خلقه يا الله يمدي ينشف ناقص 500 جرام ناقص نص ب 66 مع طول 172 مناسب والله دقيقه خلونا نشوف مساعد شوف مساعد انا والله لساعه اشوفه اولا يا كابتن طارق ترى ترعاض جيد مره مثالي مثالي ما كابتن عبد الله ترعاض القطه سار قبل شوي انت 70 انت اخلص والله القطه سار 128 الله يرحمه سرعه الخط 100 اخلص 71 حسيت بالفلاش نجيب الشكار نجيب الشكار يا عيب الشتاء اثبت اثبت عشان كم كم لا لا تعلم تعلمهم لا تعلمهم علم الله لا يوفق الوجبات السريعة الله لا يوفق الوجبات السريعة الله أفلحت عضلاتك يقول لي أنا 76 قلت والله أنك الله لا يوفق الوجبات السريعة خليك تدري أنك الإصابة جت من وزنك 80 الله لا يوفق الوجبات السريعة ساعد ساعد لا يوفق البرجر ساعد انزل 100 2 كيلو تكفى اصبر انزل 100 لا تعلمك بتنزل ولا بتزود تبي تصرح صرح صرح 8.30 80 حتى جت الصدمة 8.3 قول ما شاء الله لا ايش ما شاء الله ترى كلها بالله عليك كلها بعضلات صدر وكثر قوة انا والله يوم ما شفتك توقف كذا وضعيت الكنقر ذي وانا غاسل يدي ترى يقول لي ها يوري الجماهير اللي قابلناهم تراني معضل اكثر من بكره اوريكم فيه العصر قلت له نشوف طيب بتزود ولا تنقص؟ انا فداك نقص نصه لا كم 2 كيلو ناقص كم اقدر انقص اكثر شيء 2
تبي تزود عن اثنين؟ ابغى انقص ثلاثة عشان بس ترى درجاتها واحدة، تنقص ثلاثة ولا اثنين درجاتها واحدة خلاص خلها ثلاثة. لا 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 انكم ما نقص. طيب ايش تبي تزود تبي تنقص؟ ابغى ازود. اخر كلام. لان يدي والله تغدر فيني. اخر كلام. يدي والله تغدر فيني. طيب اخر كلام، تزود ولا تنقص؟ كم معك انت؟ عندك نص كيلو، عندك كيلو، عندك كيلوين. عطني 2 كيلو حاشي. لا 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 تقوى تقوى نقص نقص 5 كيلو اقرا 500 اقرا 500؟ ايه اوكي ناقص نص. لا مساعد 2 كيلو 4 ناقص 4000 وراك مركز اول وراك مركز ثاني. ها خلاص 2 كيلو والله ان شاء الله. اخر كلام باذن الواحد لحد انت انبسط. شخمط لين قلت بس. رياض هيا ناقص 2 كيكاتشو كيكاتشو كيكاتشو. وش بتغير يا حسين؟ انا بغير. وش بتخليها؟ ظنك اني بنقص كيلوين في شات. شوف انا بالضبط كم ممكن الميزان. كم وزنك انت؟ وزني طال عمرك والسلامة 63. وين هذا حسين؟ مديني والله اثنين يمديك صراحة. هو شوف النزول سهل الطلوع صعب. اكون وجبه يعني كذا والله كلها. شوف انت اذا بدك العيشه تطلع ايه؟ ومسكت يدك. والله العيشه اهم مشكله يا اخوي. اذا مو متوفره عاد العب على المضمون. امسك يدك انا اعطيه لا اعطيه 90 85 90 90 90 بس ان 90 عضل. نزلنا قبل شوي حنا 90 عضل صح؟ اي ما عندي مشكله. صرح هاك طارق صرح مع 90 عضل او 85 عضل يعني تقريبا كل عضل 90. لا لا مو اكثر من 90 اكثر صح؟ اي بس انه عضل مو دهون مثل تحطم. عايد والله انا وعايد كلنا تحطم. جيت صدمه عمر في الوزان جوا 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 والله جوا الميزان بالصدمه. يعني انا دبلي انا ثلاث مرات اربع مرات السدري هو توفير هالهلالة بتخفيضات كبرى من السيف جاليري وخصومات مغرية من 30% حتى 70% في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. السيف جاليري حياكم. الشاو صح بدن. لتدخل السحب على 6 جوالات آيفون 15 الموضوع سهل. تابع حساب شركة رمز الاختيار للسيارات وكل يوم أربعاء موعدنا مع السحب. رمز الاختيار للسيارات خيارك المفضل. توصيل مجاني لطلبك الأول من مرسول. استخدم كود BD1. حط ميزان حط ميزان. يلا تبغى اخليك تفوز يعني عشان بناتي. يلا يلا بسم الله وانت. يلا يا مساعد الله عليك. يلا الحين الحين دوري انا. هاي الله الحين جد جد الحين جد الحين جد بالله. اصبر 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 خلنا اقول لك خلنا اقول بناتي اللي خليك مقاوم. يلا غمض عيونك غمض عيونك خليك مقاوم بس لا تشد معك خليك مقاوم. شد يا مساعد شد يا مساعد ترى لك يدي قاوم بس الحين يدي قاوم ما شد هو ما شد. قمت 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 كابتن بقى على ثلاثة المغرب شوي تكفى خلني على الوضوء. الله لا يهينك يا كابتن. يلا توروا شيء يا شباب. شكرا على خير توفيق. السلام عليكم. الميزان ما يقعد معنا. لا معي معي عشان ما نعرف عشان ما نعرف. اي لا تقعدوا تتعبثون ما خلي عند الإدارة لين ما نجيكم ثاني مرة. يمكن يومين كذا نوزن بعد يومين نوزن نشوف. لا لا احسن لك انك تشد حيلك وتوزن اخر شيء مرة واحدة. اوه اوه شاء الله شاء الله اذكر والله على العضلات يا شباب يا رجال هذا بعنها
تحطه في مختبر احياء هيكل عظمي حقي والله هيكل عظمي هاي متعافي ابتسامي بقى على ذا المغرب دقيقه